أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين المحبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الطيبين والطيبات، عنوان كلمة اليوم: عند بيتك المحرم. اعلموا رحمكم الله ووفقني وإياكم إلى كل خير، أنه عندما أراد الله جل وعلا أن يعظم بيته الحرام، أمر خليله إبراهيم عليه السلام بإسكان ولده هناك بواد غير ذي زرع، لا ماء ولا شجر، وسرعان ما دبت الحياة في هذه الصحراء الميتة، فتوفر فيها الأمن. أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وتوفرت هناك السكينة والطمأنينة، وتوفرت النعم والخيرات والبركات بفضل الدعاء الطيب من الخليل، وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال تعالى: ومن كفر، أي أنه أيضا سيمتع، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وأنا أقف عند هذا البيت المحرم وأنظر إليه، سبحان الله، كم أسمع من ابتهالات تتلى الآن، وكم أسمع من دعوات ترفع بكل لغات الأرض، وكم أرى من دمعات تتدفق رغبا ورهبا، وكم أرى من بركات الله تعالى تنشر وتعم القاصي والداني، وكم أرى من رحمات تتنزل. سبحانك يا الله، ما أعظم شأنك يا رب، لك الثناء مع المحامد كلها من مبدأ الأيام حتى المنتهى، ويا رب يا رحمن نبع هدايتي، ويا من ليس ومن ليس لي سواه عند منيتي، فيا رب يا رحمن نبع هدايتي ومن ليس لي سواه عند منيتي، أثق عبدك العاصي رضاك وسؤله من البر والستر الجميل وتوبتي، ولا تخزني يوم الحساب ونجني من الشر والأهوال واغفر خطيئتي. أسأل الله جل في علاه ببركة هذا المكان الطاهر أن يشفي كل مريض، ويرحم كل ميت، ويريح كل مهموم، ويجبر كل كسير، وصلى الله وسلم على النبي الطاهر الهادي، وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.